عندما تصل إلى محطتك الأخيرة لا تنسى من وقف بجانبك ومن ساندك ومن ساهم في وصولك ومن أثنى على خطوتك في الوصول، فكلهم ساعدوك في وصولك وأعطوك القوة لتقاوم. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج المحطة. هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من حلقات رمضان، وارتئينا أنه تكون مسك الختام، ومسك الختام ما يحلى إلا ويا اثنين وردات. اليوم وياي شخصيتين لها باع طويل في مجالها ولهم ذكريات ومحطات كثيرة لازم أن نضيء على كل محطة من هذه المحطات. خليني أرحب بضيفتي الأولى، هي أسد شروق العبايتي، الأمين العام للحركة المدنية الوطنية، نائبة سابقة بناء على طلبها. أنا عادة أقول نائب، لكن خلينا نعرف من عندها ليش تريد نائبة. حياك الله ورمضان كريم عليك. رمضان كريم، وإن شاء الله عيد مبارك أيضا على الجميع، وتحية للدكتورة ولحضرتك ولهذا المكان الجميل اللي جمعنا بهذا يعني الأمسية البغدادية الرائعة. وبالتالي يعني بعد الترحيب، نائبة والأمينة العامة ووزيرة ومهندسة ورئيسة وزراء وكذا، تأنيث المناصب هذه يعني يسموها جندرة اللغة، وإحنا لغتنا العربية أساساً فيها التأنيث قوي. يعني هناك لغات ما فيها التاء المربوطة للتأنيث إلا بال يعني معرف مسبقاً، فإحنا لغتنا العربية تعطي حق للمؤنث، ليش نحرمها؟ واحد اثنين، أنا امرأة، أنا أحمل المنصب مو المنصب يحملني. يعني أنا لما أكون مهندسة أو نائبة فلأنه أنا أحمل المنصب، إذا نائب تذكير وكأنما المنصب هو مذكر وهو الصفة اللي تلصق به، في حين أنا اللي أعطيه هذه الصفة. والنائبة هناك مفهوم أنه النائبة معناها نائبات الدهر، مصائب الدهر، لا، احنا عندنا مفردات تعطي اكثر من معنى. فلما نقول النائبة السابقة يعني واضح انه انا كنت احمل هذا المنصب في فترة سابقة. بكل الاحوال شرفتينا ونورتينا. شكرا لكم. ان كنت باي مسمى كان فانت اليوم مثل ما قلت وردة من ورود البرنامج. سمين. يعني راح نختم وياكم. خليني ارحب بضيفتي الاخرى، راح اقول دكتورة، الدكتورة ندى العبادي أو العابدي، باحثة وأكاديمية وصديقة عزيزة. حبيبتي ستبتول، حياة الله ورمضان كريم. شكرا جزيلا، وكل عام حضرتك بألف خير. تحية لحضرتك والسيدة المهندسة النائبة والأمينة العامة. شكرا جزيلا، كل عام وحضرتك بألف خير. مش قد حلوة التاء المربوطة حتى لغويا لطيفة. هي اللغة نفسها أنثى، أنثى بالضبط، هي اللغة أنثى. وكل عام وقناة الأيام بألف خير، ونسأل الله أن يكون عيد الفطر هذا فاتحة لكل خير وسلام وأمن يعم على البشرية أجمع. آمين يا رب. آمين. طبعا يعني من ردنا أنه تكون هذه الحلقة، يعني بالتالي نريد أن نسلط الضوء على المرأة وهموم المرأة ومصاعب المرأة، وأيضا المحطات اللي تكون عند المرأة وباختلافها عن الرجل وكذا. فخليني أبدي مع ست شروق. ست شروق، اليوم المرأة هل تواجه مصاعب في عملها كونها امرأة مواجهة للرجل؟ احنا مجتمع، لازم نقول مجتمع ذكوري، فبالتالي هل هناك مصاعب تواجه عملك كونك يعني ملاصقه للرجل؟ وممكن في بعض الاحيان اكو يصير تحدي ما بيناتكم، فشنو هذه الصعوبات ممكن نقول؟ يعني بالحقيقه للاسف هي هاي الذكوره المرس يعني اللي احنا نواجهها بشكل مكثف. يعني اذا قارن المجتمع العراقي يمكن قبل 50-60 سنه مو بهالذكوره الان، اللي طبعا اسبابها معروفه، الحروب بالدرجه الاساسيه، لانه تعسكر المجتمع. تعسكر العقليه، تطغي هذه على جوانب إنسانية أخرى تكون فيها قضية المرأة هي معيار لرفاهية المجتمع، لانفتاحها على الثقافات، على يعني الحضارة بشكلها الإنساني. فتكون المرأة ووجودها واعتبارها يعني جزء من هالمجتمع من ضمن هذا الجو العام، في حين هذا احنا مثل ما قلنا العسكرة والحروب والحصار وهذه الصراعات اللي أيضا للأسف طغت بعد يعني خلال 20 سنة الماضية.
ركزت من قساوة الذكورة، يعني أصبح التنافس أيضا لأنه التنافس أيضا شديد على المناصب، على الامتيازات، على الثروات، على فالتنافس من يأخذ هذا الطابع الحاد، المرأة تكون يعني خارجة أو أساليب المرأة مختلفة. يعني إحنا نتنافس على العطاء، نتنافس على التضحيات، نتنافس على تقديم الحياة لكل من حوالينا. بهذا التنافس يكون أضعف لما يكون التنافس على مناصب، على امتيازات، على مواقع. أنا ما أقول النساء ما يتنافسون، يتنافسون، ولكن بشكل عام أقل بكثير من الرجال. أيضاً قضية المرأة العراقية تتعرض إلى، يعني أنا مو أقول فقط إضعاف وتهميش ولهذه الأسباب، وإنما يعني إيش كنت تقدم المرأة، وأنا أشوفها بالحياة اليومية وكل فئات المجتمع، يعني سواء كانت ربة بيت أو عاملة أو تقدم، دائما تقدم، بس ماكو بالمقابل من يقدر ويقولها شكرا ويقولها هذا عطائك، يعني إحنا على الأقل نثمنه ونقدره. بالوزارات أنا أشوف بالوزارات النساء يقدمون كثير يعني كعمل وك، ولكن ينسحبون لما تجي المسألة مثلا تنافس على المنصب اللي هي تستحقه. ستي أنا راح أريد يعني لأن كلامك مهم أريد أسمع رأي الدكتورة بهذا الموضوع. دكتورة، اليوم المصاعب اللي تقع على عاتق المرأة كونها باحتكاك مع الرجل واحتكاك دائم، وبدت تاخذ مناصب ينافس عليها الرجال، فبالتالي راح تصير هي غيره مشروعه. نعم. فشنو رايك بهذا الموضوع، وهل واجهتي مثل هكذا صعوبات؟ يعني نعم، يعني انا اعتقد المراه تواجه جمله من الضغوطات وجمله من المعاناه، واحده منها ما تعانيه من نفسها. يعني تدرين احنا نتاج تربيه متزمته وتابوهات اجتماعية فتحنا عيننا عليها، جملة وحزمة من الأعراف والتقاليد فعلاً اللي تقيد حركتش وتقيد علاقاتش وتقيد طموحاتش بعض الأحيان. بعدين من تقدرين تتجاوزين كل المعاناة اللي هي نابعة من الداخل وتقدرين تواجهين، تصطدمين بشيء اسمه غيرة. أنا صراحة على مستوى التنافس وعلى مستوى العمل عانيت من غيرة الرجال أكثر من غيرة النساء، وجدت أن النساء عاطفيات بالغيرة، مع أنه عذرا معروفات النساء بالغيرة أكثر شيعود، يعني غيرة النساء غيرة عاطفية، يعني ممكن تجاوزها بترميم العلاقات وبعث التطمينات، يعني سرعان ما تفتح المرأة قلبها. وتدرين قضية التعامل مع العاطفة قضية هينة، ممكن تطبيبها إن صح التعبير، ولكن لما تتعاملين مع شخص يغار منك بعقل، يعني عنده راح تصير حرب، اصرار مسبق وهذا التنافس مع سبق الاصرار والترصد، وهذا التنافس ست شروق يتحول الى تنافس عدائي بالضبط، فبالتالي هو يتعمد ابعادك. القضيه اللي نواجهها احنا مو ما قادرين ننافس، قادرين، ولكن نتعرض للتسقيط. وتدرين من تتعرضين للتسقيط في مجتمع العقلية السائدة به هي أبوية ذكورية حتى من النساء، يعني أنا من أقول أكبر معاناة هو ما تعانيه المرأة من نفسها، أكبر تحدي يواجهني هو عقلية الذكورية، أنه يعني عادة إنتاج أنا تربيت أنه الذكر من يخطأ ما حد يحاسبه، مسموح لا يخطأ، ما يعيب الخطأ، ما يعيب الـ بعض الأحيان حتى يعني التمرد على العادات والتقاليد. فهذا الرسوخ اللي بداخلي يجب أن أتجاوزه، شو أن أقدر أتعامل ويا الرجل على أنه هو أنا ما أريد أتسيد عليه، بقدر ما هي أكو تكافؤ، أكو تكامل بالخلق، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فإذا الله سبحانه وتعالى ميزنا بالتقوى، ميزنا بكل واحد قيمته شقد يقدر يقدم خدمة وقيمة للمجتمع. هنا أنا هذه أصطدم بيها، أنه أنت امرأة، أنا لحد فترة قليلة من أتحرك وأنفتح على الإعلام وعلى الجامعة وعندي نشاطات مختلفة، أحدهم وهو عنده موقع مهم يقول لي أنت لو تقعدين بالبيت تلفين جدر دون ما أحسن لك، فتخيلي هذا العقلية، يعني خايف منك ومن نشاطاتك ومن ما تقدمين. فأني ومع العلم أنا في أماكن محددة في محطات محددة نجحت بفضل دعم الرجال، يجب أن أقولها،
يعني بدءا من خلينا نقول لهذا الشخص من رخصتك دكتوره انت طبختش هم طيب يعني مو ناسيه الطبخ بالضبط اي يعني, يعني هذا يعني هذا العمل يعني ما ناسيه دورها كامراه ما يمنعني اسوي دومه طيبه ويعني حتى ما يعني اكون حتى اكون منطقيه وشفافه في هذا المجال في محطات مهمه في حياتي نجحت بدعم الرجال نعم. للامانه يعني. خلينا نطلع شويه من عباءه المراه والرجل وهذه المشكله الازليه. خليني اسالك ست شروق, محطات الحياه كثيره لكن اريد نرجع شويه للطفوله. كان في طفولتك حلم انه توصلين مكان سياسي او تكونين مثال للامراه العراقيه او تمثلين المراه يوما ما؟ يعني في بعض الاحيان انا دائما اقول هالاطفال يكون عندهم احلام, فشنو ربط الطفوله مع الكبر؟ بالحقيقه انا بالطفوله يعني كنت قارئه كتب وكنت اتاثر بالكتب اللي اقراها, فطبعا اساسا السياسه ما يعني السياسه ما كانت في بالي. اشرح لك علما اني ربيت في جو سياسي يعني عائلتي منغمره بكثير من النشاطات السياسيه واثرها على حياتنا على استقرارنا على يعني تعرفين من مراحل العراق كلها يعني محطات قاسيه صح بالعمل صحيح. السياسي. ولكن انا اتذكر اول كتاب قراته مو يعني بحياتي بس اول كتاب فتح عيني اني شنو اريد اصير بالمستقبل كانت مذكرات اول رائده فضاء سوفيتيه في ذلك الوقت. كان تشرح شلون يتم التدريب وشلون رحلتها الى الفضاء وكذا. اني صار عندي هوس انه اريد. قد كان عمرك؟ كان كنت يمكن بالرابع ابتدائي. بعدك صغيره؟ اي بالضبط. بحيث اني اتذكر اني قريته بالعطله من تدرين اول من يجي للمدرسه يكتبون الانشاء كان باللغه العربيه ماذا تريد ان تصبح في المستقبل. فاني كتبت انشاء اريد اصبح رائد فضاء وطبعا اخذت عليه درجه كامله لان متشبعه بهاي القصه يعني التجربه المثيره بالنسبه لي. بس من جيت للبيت والدي من قراها قال لي بابا انت ده تحلمين زايد عن اللزوم, احنا وين عندنا احنا ما عندنا هذا المجال, ما هذا يراد له تدريب يراد له كذا. فيعني هذا الشيء اللي مترسخ ببالي. بس الى ان يعني انا حياتي كلها حتى قلت لك مع انه انا يعني من متابعه للوضع السياسي وايضا غادرت العراق بفتره مبكره من حياتي بسبب انه انا ما قبلت اصير جزء يعني حتى مجرد انه اكون هاي الموافقه الشكليه انه تصير بحزب البعث وكذا. فاضطريت اترك الكليه الهندسه اللي انا كنت بيها, اضطريت اتغرب سنين طويله من عمري يعني غربه يعني تكون صح. احنا درسنا واشتغلنا وقدمنا يعني اخذنا تجارب. بس حتى من رجعت للعراق ما دخلت بالسياسه, دخلت في منظمات المجتمع المدني. انغمرت بالعمل من اجل قضيه المراه, كنت من مؤسسات شبكه النساء العراقيات, كنت مشاركه ومساهمه في كل الحملات المجتمعيه اللي يعني قمنا بها من اجل الدستور. اذا نقدر نقول انه المحطه اللي بحياتك كانت محطه وتحولت الى محطه اخرى. كنت رائدة تصيرين رائدة فضاء, صرتي صرت يعني مهندسة طبعا كدراسة وعمل يعني لأنه والدي مهندس وأنا أحب المجالات العلمية. علم المجالات الأدبية هي يعني بس أعتبرها يعني هاي أقدر أطلع عليها. نعم. والهندسة فعلا أنا يعني أعتز بكوني مهندسة لأنه تطتني يعني حتى يعني الحياة شلون تتركب. مهندسات عراقيات واصلات وعلم. لا طبعا جدا. إيه الدراسة العلمية تفتح آفاق. الدراسة العلمية تعطي فعلا رؤية لكل شيء تقدرين تفسري علميا يعني وهذا يساعدني هواية على فهم ما يدور حولي. بس السياسة بالحقيقة يعني صارت بال 2014 يعني أنا لل 2014 ناشطة مدنية مهندسة موارد مائية أشتغل داخل المجتمع. أنا أحب أكون يعني التواصل دائما مع الناس وعلى يعني معرفة بما يجري من حياة يومية. لكن بال 2014 صارت النقلة النوعية بأنه ظهرت فكرة المدنية ما كانت موجودة قبل. يعني كنا دائما كل انتخابات الأداء السياسي كله مبني على المكوناتية. نعم. مكون الخلفية القومية أو المذهبية أو الدينية. إحنا بال 2014 برزت فكرة أنه
يجب أن تكون هناك هوية مدنية بالسياسة أيضا، يعني اللي تمثل الهوية العراقية. يعني أنا دخلت للسياسة ويمكن لحد الآن هواي ناس ما يعرفون أنا من يا خلفية، يعني شنو خلفيتي الدينية المذهبية القومية. نعم أكو تخمينات بس ما موجودة بخطاب السياسي ولا موجودة بأداء السياسي. أنا أعمل وأنادي من أجل المواطنة والإنسان العراقي في كل مكان، وفعلا حياتي حتى داخل البرلمان تجيني مناشدات من أي مكان بالعراق. أنا يعني أحس هاي قضيتي، ما أنظر هذا من فلان منطقة لو فلان جهة لو يمثل أي إنسان أي عراقي. يمكن هذا يرجع للتربية همينة ستشروه بالتأكيد. التربية البيتية بالتأكيد أنا هذا كان يعني جزء أساسي من تكويني، أنه اعتزازي بعراقيتي، اعتزازي بالناس بكل مهما كانت من أي مكان أعتز أحبهم. يعني أنا تعلمت هاي فعلا من والدتي ووالدي، من أي مكان نروح لأكو فد خصوصية يشعروني بها بحيث أحبها. يعني يمكن مرات يعني حتى المناطق الشعبية ماكو من نسمع بها فلان منطقة شعبية بائسة، ما نروح نشوفها، نشوف الناس شلون تعيش من عن حب عن يعني. ما مثلا والدتي والدي فترة يعني أنا كنت بالبداية بالستينات وكذا ياخذوني مثلا، مع أنه هم من عوائل متمكنة وحتى أرستقراطية يعني في شيء في، بس هم ملتصقين بقضايا الناس. أنا أتذكر والدتي كانت تأخذني للصرايف، مناطق الصرايف، تعلمهم قراءة وكتابة وتثقيف والمرأة. يعني نقدر نقول انه ما مستنكفه كونها عراقيه ولديها اخوات عراقيات او اخوان عراقيين ممكن يكونون فقراء او يكونون في وضع بائس او مو استنكاف، بالعكس تعاطف كبير، شعور بالمسؤوليه. نعم. يعني انا مثلا شعور بالمسؤوليه انه احنا ليش يكون عندنا نساء فقيرات او عوائل فقيره او يعني عندنا احنا مثل ما احنا متمتعين ببعض الامتيازات الاجتماعيه الاقتصاديه. نعم. مهما كانت، حتى لو كان والدي مهندس والدتي معلمه ما اعرف، بس الاخرين من حقهم ايضا يتمتعون بحياه كريمه. وهذا اللي زرع بي انه اني كونين سياسي، اكون يعني اعمل من اجل شيء عام. يعني مو من اجل انه اني احصل على اشياء خاصه، لان بصراحه يعني والدي اساسا وحتى والدتي من عوائل لحد الان مناطق مسجله باسمائهم، يعني منطقه العبايتي ومنطقه الحكيم، يعني هاي هم مكاناتهم، ولكن هاي كلها ما كانت في بالهم ولا اهتموا بها كاملاك او اهتموا بحياه الناس اللي عايشه بها. ان شاء الله يعني انه تكونين اديت الرساله وتبقين تؤدين هذه الرساله اللي حملوها إليك الأهل. إحنا أيوة نقدر نقول حملتها حتى من جدودي. أي من الأهل. خليني أرجع وياك دكتورة في قطار حياتك. محطات كثيرة مريتي بيها، محطات ما تريدين تذكريها أو تتناسيها، ممكن حتى تمشين الأمور، ومحطات لا باقية عالقة في ذهنك. اليوم المحطة اللي أنت بيها هل راضية عنها؟ هل هي هذه المحطة اللي كنت تحلمين بها سابقا ووصلتي لها لو لا؟ سؤال عميق. والله ست بتول يعني حضرتك قريبه من عندي وتعرفين انا مؤمنه انه ما دام هي اسمها محطه فهي ما راح ما يطول بها المكوث. يعني عاده المحطه هي منطقه حتى تنتظرين بها قطار ينقلك الى محطه اخرى. فبما أنه إحنا مرينا بمحطات، أنا ما مستعدة أمسح أي محطة من محطات حياتي حتى إن كانت مريرة وصعبة وظروفها صعبة، لكن صقلتني وقوت شخصيتي. أنا مؤمنة المحطات الصعبة اللي مريت بيها حتى تربيني، حتى تعيد تسويقي، حتى مريت بيها حتى أكتشف نقاط الضعف اللي بداخلي أعالجها وأقدر أنتقل بيها إلى محطات أكثر وعياً. فالمحطة اللي وصلت لها الآن هي أكيد نتاج المحطات السابقة، ولكن أنا مؤمنة هي ليست الأمثل. يعني أنا أطمح إلى محطة أجمل وأكون بها أكثر تأثيراً وأوسع بها دائرة التأثير، لأن أنا الآن مؤثرة في أسرتي، في حلقتي اللي هي الأكاديمية. أنا اليوم رئيسة قسم
قسم علمي عريق اللي هو قسم الكيمياء في كلية العلوم جامعة بغداد. أعتز جدا بهذا الموقع العلمي، هو موقع علمي أكثر مما هو موقع إداري. قدرت من خلال طلابك ما أعتقد أكو مثل هيجي علاقة، يعني علاقة كلش جميلة. أنا أمارس تبتول أمارس دوري التربوي، يعني أنا مؤمنة أن التربية تسبق التعليم فعلا، وحتى أرسخ في أذهانهم يجب أن أكون مربية قبل أن أكون، لأن اليوم العلم والذكاء الصناعي اللي راح يجينا راح يخلينا نستغني عن هواية وظائف من ضمنها التعليم. نعم. يعني الطالب بإمكانه بأي يوتيوب يحصل المعلومة العلمية، ولكن العلاقة الإنسانية اللي هي تحسسه بالأمان وتخليه يشعر أن هنالك من يراعيه عاطفيا وإنسانيا ويغذي عنده هذا الجانب الإنساني، أعتقد هي هذا اللي نحتاجها. لأنه تطور الحضارة أو مقياس التحضر هو شقد نخدم بعضنا البعض. فأني صراحة أعتبر هاي المحطة اللي أنا بيها محطة يمكن هي من أروع محطات حياتي، لأنه اليوم أصبحت مؤثرة أكثر. ولكن طبعاً تأملين أكيد المحطة تكون ذات أثر أكثر من أكثر بعضها. أكيد إن شاء الله. يعني هي هاي الاستزادة ست بتول. تدرين إحنا طبيعتنا الله سبحانه وتعالى من خلق عندنا هذا الطموح اللي هو تحدد مقتضيات المرحلة. أنت من تحسين ما يصير توقفين ولا يعني لازم تمكثين بهذه المحطة. تعرفين أنه جزء من وعيك، أكو محطات بعد أكثر حاجة إليك. لازم تكمليها. فلازم إحنا لازم هذه نتطرق لها يعني طبعاً، يعني أكيد، لأنه إحنا قلنا البرنامج هو محطة، فالمحطة فلازم نأخذ هذه الإضاءات على محطات حياتكم. لكن خليني أروح وياكم إلى فاصل. مشاهدينا خلينا نروح وياكم إلى فاصل ونواصل. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل ومتواصلين بالحلقة الأخيرة من برنامج المحطة اليوم مع ضيوفي الأكارم. خليني أرجع لضيفتي ست شروق. أثر علي أنه الحلقات كلها رجال، فحتى الكلام مدى يطلع بسهولة. ست شروق، خلينا نحكي عن القطار. شنو رأيك؟ راكبة قطار بحياتك؟ أكيد. شون كانت الرحلة؟ قطارات يعني إذا من ناحية مجازية ومن ناحية فعلية. بصراحة أنا ركبتها في خارج العراق، والقطارات وسيلة مهمة جدا وتتسرع من ديناميكية الحياة، يعني أكثر حتى من الطيران. وده يعني تتابعون الأخبار العلمية أنه تصنع قطارات بسرعة هائلة، يعني نعم. تختصر الوقت بشكل كبير. وهذا قطار الحياة أيضا يمر بسرعة هائلة لما نقطع به. هواني عندي هو سبب هواني ولكن هي الحقيقة هو المهم أنه التمتع بالرحلة والشعور بكل تفاصيلها. هذا ينطي مغزى يعني ينطي مغزى لحياتنا، ولا هي تمر منا تطلع منا أنا مثل ما واحد يوصل. يعني أساسا هو المفروض أنه ماكو محطة نهائية نوصل بها، يعني إلا النهاية المحتومة يعني للجميع، ولكن للجميع إن شاء الله صحة وسلامة. ولكن يعني قصدي هي الرحلة بحد ذاتها هي الهدف. إيه، هو هذا اللي مغزى السؤال. هي مشاكسة. أكو رحلة يعني مريتي بيها تريدين تلغيها من محطات حياتك؟ يعني أكو أشياء لما أشوف إيه يعني ما كان يعني أشياء، بس هي محتومة يعني محتومة إنه تمر ظروف تكون يعني. وهي قضية حتى لما تكون أشياء مفروضة عليك، بس أنت عندش خيارات. يعني أنا دائما في أختار، وخياراتي تكون صعبة. يعني الخيارات السهلة طبيعتي أو يعني الشيء اللي تربيت عليه، الخيارات أختار دائما الخيار الصعب وليس السهل. وهذا مو أتندم عليه، حتى من يكون السهل قدامك. السهل متوفر جدا، ولكن أختار الشيء الصعب، أحس بهذا أحقق جزء من يمكن ما تكونت عليه. أسهل من أن أكون
أن أختار الشيء اللي هو يمكن إذا تسوين إحصائية 99.99 من الناس تختاره بدون تردد. ولكن هذه المسألة يعني صبغت حياتي، فما أقدر أقول إنه أنا أريد أمحيها، لأنه هو هاي خياراتي، أنا خياراتي أعرف نفسي أنا مسؤولة عنها. بالضبط، أنا مسؤولة عنها، أنا أختار الصعب وأنا لازم أكون قدها مثل ما قلتي بالضبط. يعني هو سبحان الله ست شروق اللي يختار الصعب كأنه تترتب حياته على هذا، على الصعوبات، يعني الصعوبات. تصير بعد هو كأنه خلص هو تربى على هذا الشيء، تأقلم معه، تأقلم، فتجي كل التحديات. بالضبط. وحتى وهي هاي مثل ما قلتي هاي تربي وتنمي بحيث أحيانا شغلات أنا أدى الآخرين مرات من يكون قدامي كأنما هي فت قضية كبرى، في حين أنا هاي يعني هاي شيء كلش يعني من بديهي من 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 يعني يوميات الحياة اللي لازم نتعامل وياها. فهو هذا يعني الخيارات، ولهذا حتى أنا إذا الرحلة يعني ما مو رحلة بخط مستقيم أو بالخط اللي متعارف عليه إنه واحد راح أوصل للسؤال الصح. رحلة السياسة كان خيار ومحطة جيدة بالنسبة إليش؟ لو تعتبريها لا يعني ما بالنسبة أنا كشخص لا ما يعني أنا ما كنت كان خيار صعب بشعور بالمسؤولية أكثر من خيار لنفسي. يعني حملت بهذه المسؤولية واختاريت أن أتحملها، في حين أنا قلت لك يعني كمهندسة كناشطة في المجتمع المدني صاحبة قضايا عامة كنت يعني حتى أنا قبل البرلمان كنت معروفة يعني نعم نعم كمجتمع مدني وكامرأة من الطراز الأول إحنا نقول دائما تسلمين عزيزتي. لا السياسة اختياري ولكن بشعور بمسؤولية عالية، يعني مو اختياري انه شيء يعني مو للاسترخاء، وانما يعني كنت تعرف صعوبتها واعرف في ظروف العراق هي مو سياسة بالحقيقة. هي لو كانت سياسة بالعراق كان الامر سهل، بس انا اعرف بالعراق هي مو سياسة، قواعد اللعبة مو قواعد سياسية حقيقية، وانما هي تنافسات وصراعات يعني متعددة الوجوه. فبس مع هذا اختارتها لأنه شعرت بمسؤولية. خليني أطرح السؤال بصيغة أخرى دكتورة، رشحتي الانتخابات وهذه كانت محطة من محطات حياتك، أنت معروفة كأستاذة وكدكتورة بالجامعة ولك يعني الكثير من الناس المحبين، لكن السياسة ومحطة السياسة يعني أنا من حكم صداقتي بيجي أعرفش اجتماعية أكثر، يعني ما تميلين رغم أنه أنت عنيدة بشكل هذه لازم نقولها يعني عصية الدمع نقدر نقول، فالسياسة تتطلب هيك شيء، بس هل كانت هذه التجربة تجربة جيدة بالنسبة إليك؟ وهل كانت محطة جيدة؟ نعم. وهل ستكرر هذه المحطة؟ ممكن إيه. يعني أنا صراحة رشحت بال2010 بس رشحت على محافظة واسط، أنا تاركة واسط ما يقارب 25 سنة ورجعت لها وحسيت أنه محطة الترشيح كانت بها عدة فوائد، واحدة منها أنا رجعت إلى أهلي وناسي في واسط وأنا كلش مرتبطة بأعمامي يعني أبناء عمومتي، والفترة اللي رجعت بها الواسط أنا أصلي من واسط، كانت والدتي مريضة بذيك الفترة، يمكن أنا لو ما مرشحة ما أقدر أبقى يمها طول فترة الترشيح اللي هي 4 أشهر تقريبا تفرغت بيها حتى أكون ببيت الأسرة وقريبة من عندها، وبنفس الوقت هي توفت بذيك الفترة الله يرحمها. الله يسلمك حبيبتي. فأنا اعتبرت أنه الترشيح إجا فرصة، أولا أنا رجعت إلى ولايتي مثل ما يقولون، ورجعت جددت العلاقة مع أبناء عمومتي وأهلي وناسي في المحافظة، وخضت تجربة حقيقة مارست بها عملية الترشيح بطريقة علمية. لجأت بال2010 إلى الاتصال الجماهيري المباشر وطرق الأبواب، وخضت معركة انتخابية ليست بالهينة دون دعم سياسي، وكان أكو فد تنافس للمال السياسي بشكل عجيب، وأنا ما كان عندي أي مال سياسي، ومع ذلك يعني طريقة الاتصال الجماهيري المباشر جابت نتيجة، ويدرون هن في واسط طلعت بوقتها 3000 صوت في محافظة صعبة جدا
دون وجود كتلة سياسية تدعمني. نعم. والمقاعد كانت 8 فقط على مستوى واسط، صعدوا بها 3 نساء بالكوتة، وأنا كنت تقريبا تسلسلي الخامس، يعني أكو امرأة رابعة وإحنا الاحتياط الثاني. نعم. وقلت لك ست بتول، هاي الفترة شهدت وفاة والدتي. فالمحطة مهمة جدا، يعني انطتني خبرة في التعامل مع العجلة الانتخابية. نعم. ويمكن مستقبلا إذا أتيحت هيك فرصة إلي أنا أرشح، بس على بغداد. يعني أنا ما متندمة أبدا، ومؤمنة أن السياسي يجب أن يكون ابن البلد. دائما أقولهم الطلابي لا تتهيبون ولا تقاطعون العمل السياسي، لأنه إحنا ما ممكن نستورد سياسيين من خارج البلد، ممكن نستورد أساتذة الجامعة، ممكن نستورد أطباء مهندسين، ولكن ما ممكن نستورد سياسيين. فأني شعوري بالانتماء لهذا البلد، وأنه المسيرة يجب أن تصحح، مو نزيح الموجود، لا نصحح المسيرة، لأنه عملية التحول السياسي اللي صارت عملية صعبة ومخاض عسير وتجربة فتية، إحنا اللي المفروض ننجحها ونعضدها ونساندها. أنا مؤمنة جدا بالعمل السياسي بالعراق، وأعرف أن العراق ولاد رغم الصراعات، يعني من تأسيس الدولة العراقية وحكومة نور السعيد اللي أسس بها أكثر من 13 حكومة. يعني مو عيب إحنا يعني نفشل، ولكن العيب أن نبقى على الفشل. العراق بطبيعته نسيج هذا المختلف أكيد يولد صراعات، والشخصية العراقية شخصية فذة وفريدة تجمع ما بين كل المتناقضات، ولذلك تشوفينا إحنا نبكي على طفل يتيم، ولكن نختلف على طاولة السياسة. ممكن تجمعنا العاطفة، امرأة بسيطة ريفية تجمع السياسيين على لا والله محبة. السياسيين ممكن يجتمعون على قدر دولمة، يعني إذا سويتهم وياه صح لو لا على الكعكة، يجتمعون على الكعكة. وها بالمناسبة أنا مؤمنة أن المستقبل السياسي للمرأة، يعني أنا والشباب. عندي هيك والنساء ست شروط، لأنه اليوم بالضبط النساء بدأوا يشكلون نسبة كبيرة، والشباب بدأوا يغيرون، يعني اليوم الشباب يحملون فكر لطيف جدا. أنا متفائلة يعني بقيادة التفاؤل بالشباب والنساء فعلا إن شاء الله. هو أصلا برنامجنا موجه يعني أساسا للشباب. خليني أرجع وياك ست شروق، أكيد مع السياسة ومع العمل في المجتمع المدني والمنظمات المجتمع المدني، أكيد عندك هواية ما حد يعرفها أو القليلين جدا يعرفوها، شنو هوايتك غير أنه القراءة والعالم هذا؟ يعني بالحقيقة أنا من يصير عندي مجال عندي هواية مشاهدة الأفلام السينمائية المتميزة، يعني حلو. مو العادية، مو هاي الأكشن وال يعني إنه. يعني أكو طبعا نتاجات فنية سواء سينما المسرح إلى حد ما والفن التشكيلي. يعني هذه من يكون عندي وقت وأقدر أعيش تجربة يعني فعلا بها المعايير اللي أنا أحبها، أحس يعني أنا بمتعة متعة شديدة جدا، وأحس تجدد الطاقة عندي من أفلام عربية أجنبية لو ما عندك يعني مشكلة. بصراحة الأجنبية أكثر، بس أجنبية مو أي أجنبية، أجنبية تحمل قضية ورؤية معينة وبيها شغل، يعني الشغل الفني هو اللي يجذبني أكثر. أحيانا القصة جدا بسيطة لكن شغلها يكون يعني ممتع إنتاجها جدا، إنتاجها وإخراجها. من أشوف لوحة جميلة طبعا الفن التشكيلي يعني العراقي، يعني أعرف بيك أنه أنت حتى تقتنين لوحات. أي طبعا طبعا، خصوصا اللوحات الفنانين العراقيين، يعني بالفن التشكيلي بالرسم الفن العراقي لا يعلى عليه، يعني بالتنوع بالغنى بالقوة يعني لوحات الفنانين العراقيين فعلا تعطيني شعور احيانا حتى بالامتداد، يعني هذا هاي اللوحه اني وياها اكو فتصله وصل واكو امتداد، يعني جزء مني بيها وجزء من اللوحه بداخلي. فهذا يعني جزء كلش احبه، يعني من هوايات من هواياتي اللي اعتبرها ضروريه اكثر من كونها هوايه. خليني الدكتورة، أنا أعرف هوايتك شنو وأعرف شو تسوين ما تسوين، لكن خلينا نظهرها للمجتمع للناس. طبعا الدكتورة عندها فقرة يعني غريبة، بالإضافة لاختصاصها في الكيمياء هي تكتب الشعر على أساس الكيمياء، عملية كيميائية ما أعرف شلون تخلطها وتسويها وهاي. فخلينا نسمع شيء بيت هو أنا يعني أنا مؤمنة أن الحياة كيمياء،
يعني كيمياء السياسة، لازم تقنعنا كيمياء بالكيمياء، الإعلام، أيه. كيمياء الشعر. ليش؟ لأن هذا تفاعل. نعم. والانفعالات الإنسانية هي تفاعلات كيميائية بداخل الجسم يعني. الشعر أنا كلش أحب الحزجة وأحب الأبوذيات. والشعر مرات يعتبر نوع من التنفيس عن مرات أنت ما تقدرين توصلين فكرة بس توصليها بالشعر. هو أنت يعني مرات بالسوشيال ميديا أشوف حتى مرات تضربين يعني بسمار لأشخاص يعني ما قل ودل ما قل ودل. نعم. بعض الأحيان توصلين فكرة بالشعر. مرة انعزمت عند أحد السياسيين، كانت أكو مناسبة فدعوة دعوة دعوة بسيطة يعني هي، وكان بنهايتها غداء يعني، هو قال راح أجيب لكم غدا بسيط على على قد حالنا يعني. نعم. بعضهم يدعي التواضع. فتفاجأت أنه هو الغدا وصل فلافل. لهالدرجة؟ يعني هو الفلافل خو أكلة محترمة. بس مو أدعي عليها. بس أنا ما أحب الفلافل للأمانة. زين. يعني. فجابوا الأكل، أنا مو من النوع اللي أتوطر على الفلافل أو على الأكل، أعتبره كلها نعمة رب العالمين. ويعني حتى لو أكلتها راح أكلها عن مضض. بس أنا رأساً اشتغلت قريحتي الشعرية، والرجل يفهم بالحسجة، كان يعني يفهم بالشعر والحسجة. ردتي تضربي فد بسمار؟ ردت أضرب بسمار يعني، بس من تحت الحزام. فقلت له والله أني يعني خطرت ببالي أبوذية. فقال إيه يا الله خلي نسمع. قلت له أسمر يا حلو شعرك فلافل ومحبتك راسخة وعنها فلافل، فلافل. أشرب بس سبن واكل فلافل ولا خلي بشر يعطف علي. فهو كلش انقهر، قال الله اكبر، يعني انت معتبره الفلافل اكل الذله، جيبولها للدكتوره اللي تريده. لا هي للطرفه هي، بس احنا نعرفه يعني العراقيين كريمين، فبالتالي يعني مع احترامي الفلافل هي هي ما كانت عزيمه، هي يعني شلون انت ترحين في لقاء معين وبنهايه اللقاء تقول يابا حق وقت الغداء تفضلوا تغدوا، شو يعجبكم نوصيلكم. فكان اكو اجماع على الفلافل يعني، هم تدرين العراقيين مرات على السرعه ما يبدون يكلفون يعني. انا شوي طماع، اريد فشي عن الكيمياء والشعر يعني. اكو عندك ابيات هاي اللي تسوين بها؟ اي اكو ملمع تعلمته من استاذي دكتور امين الياسي، الله يمسيه بالخير والعافيه، تحياتنا له. بين الانجليزي والعربي يقول صفيت ويا الحزن أصبح ومسي، وهنري ما يسليني ومسي. مينهم لاعبين عالميين، لا نفعتني بي اتش دي ولا ام اس سي، يعني لا البي اتش دي الدكتورة ولا الماجس، وطول الوقت مليوصة علي. عجديدج. شكرا. ست شروق تحبين الشعر؟ شعر يعني بشكل خاص يعني، يكون مشغول. احب كثير من سماع الشعر. خلينا نعوف شويه الضحك ونرجع لبعض الاسئله اللي شويه بها حرشه. هل هناك مدنيه في العراق؟ شوف انا اعتقد هو العراق المجتمع والتركيبه، يعني من نقول العراق هو المدنيه، لانه احنا امتداد لحضارات قديمة. مو نقول احنا بلد الحضارات، شنو يعني بلد الحضارات؟ المدنية هي الأوربانسكي يسموها، الأوربان هي بدت بالعراق. التنظيم الحياة بشكل مدني حضاري منذ بدء الحضارة يعني. منذ بدء الحضارة صح. فهي موجودة يعني، هي جزء من هويتنا المدنية. وهاي بالمناسبة مهما تعددت ظروف السياسية، مهما اختلفت بس المدنية كسلوك كثقافة كشيء احنا معتادين عليه، هو جزء من هويتنا العراقية، ما نقدر نفصلها نهائيا. تجي ظروف يعني الدكتاتورية هي ضد هي تقتل الحياة المدنية او تقتل المدنية الدكتاتورية، بس ما قتلت الحياة المدنية يعني، راح ضحايا البلد انهار حروب، هاي كلها ضد بس هاي ضد طبيعتنا، هاي فرضت علينا. حتى الطائفية وتأجيج هاي الهويات الفرعية، احنا نعتز بهوياتنا الفرعية. بس شروق تدرين حتى الإسلام شجع المدنية، يعني اكو قول اكو حديث نبوي شريف يقول او نهى عن التعرب بعد الهجرة، يعني الناس من هاجرت من البدو
إلى المدينة هذا نوع من التحضر طبعا، فنوع من المدني، ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن العودة إلى شيء، إلى البداوة، إلى البداوة بأفكارها بعاداتها بتقاليدها. بالضبط. وإحنا المدنية تحترم كل الخصوصيات، هي هنا إنه ولكن تطي لكل شيء في مكانه الصحيح بحيث ما يضغي، ما يصبغ المجتمع بصبغته اللي هي عكس حقيقته. يعني الطائفية ايش قد حاولوا يفرضوها على المجتمع العراقي، احنا نتذكر ايام الطائفية ونعرف شنو الجهود اللي بذلت من كل جهات من جهات الارض، يعني انه يزرعون احقاد وتؤدي الى حرب أهلية طائفية، ما نجحت. فهذا يعني الجواب إنه العراق مدني، العراقيين مهما كانت خلفياتهم وقناعاتهم تعصبهم، حتى لو كان متعصب لقوميته أو لمذهبه أو لدينه، لكن شوفين سلوكه مدني. المجتمعي مدني، تشوه هاي القضية، تحرف، يضغط عليها، ما يفسح لها المجال أنه تأخذ يعني أشكالها الطبيعية، ولكن تبقى جوهر العراق والعراقيين هي المدنية الإنسانية اللي تطي لكل شيء حقه بدون ما يعني نشعر أنه يعني أكو هاي مثلا يوصفوا المدنية ضد الدين، ضد المذهب، ضد القومية، يجيبون أفكار أو أشياء من خارج البلد يفرضوها، ماكو شيء، ماكو شيء بالعالم انتج للحضارة الإنسانية والمدنية ما طلع من العراق. ديمقراطية يقولون ديمقراطية غربية، الديمقراطية في ملحمة قلقامش، وهي قبل اليونان، قبل اليونان يمكن 2000-3000 سنة اللي بدت فكرة الديمقراطية. احنا في ملحمة قلقامش، قلقامش لما جوي الأعداء على أسوار بابل كان اكو مجلس شيوخ ومجلس شباب، مجلس الشيوخ قال له احنا ما نقدر على الأعداء ما نحاربهم، قلقامش مقتنع راح على برلمان الشباب، مجلس الشباب متحمسين قال له لا احنا نحارب الأعداء. شوفي هاي موجودة في أول ملحمة مكتوبة بالتاريخ، يعني قبل أي شيء مكتوب، ما تزمت برأيه وإنما لا استشار. هذه الديمقراطية كان أكو مجلسين، مجلس شيوخ ويعني البرلمان يعني الكبار يعني خبرة وللشباب، يعني يأخذ برأي الشباب في ذلك الوقت قبل آلاف السنين، وهذه مدونة ومثبتة. وملحمة قلقامش الحياة لما قلقامش يبحث عن الخلود ويفشل وبعدين حتى عشبة الحياة تسرقها الحية، يروح إلى ما يسمى يعني مثل الحانة أو شيء اللي بيها سيدوري، شو الحكمة اللي تطيها؟ هي كل حياة مدنية تقول أنت ليش تبحث عن الخلود؟ أنت عيش حياتك بالعمل مع الأصدقاء، مع زوجتك، مع أولادك، اتمتع بكذا، يعني شوفي هاي فكرة إنه إحنا ننطي لكل شيء حقه، للعمل حقه، للأسرة حقها، للمستقبل للأولاد حقه، للمرأة للزوجة، هذه موجودة في كل تركيبتنا، كيف إحنا يعني نتغاضى عنها وندعي إنه لا المدنية تعني كل أشياء لا يتقبلها العراقيين، وهذا مو صحيح. هذه فكرة جميلة. يعني ببساطة دكتورة لأن الوقت داهمنا، هل توافقين الرأي مع السيد شروق أنه مدنية بالعراق موجودة؟ أكيد العراق مدني منذ الخليقة والعقلية، وأصلا العراق بالفترات المدنية ازدهر، يعني لما عمت المدنية واحترمت الطوائف والإثنيات اللي موجودة وكل من مارس طقوسه وشعائره بمساحته واحترمت من قبل رجالات الدين والسياسة استقر العراق. يعني أنا أشوف جمالية العراق بتعدديته، وهي هاي اللي ترسخ المدنية، ولن يستقر العراق إذا ما لم تحترم بكل الطوائف والإثنيات اللي موجودة اللي هي أسسة البشرية. هاي تطينا الغنى لشخصيتنا العراقية بالفعل، تغني الشخصية. تغني. ف...
يعني لازم أقول إنه أنا سعيدة جدا بوجودكم وياي، والوقت خلاص بسرعة ما حسيت به. شكرا لوجودكم. شكرا. ومرة أخرى عيد سعيد عليكم إن شاء الله. عيد سعيد عليكم. وأوقاتكم كلها جميلة إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا لازم بختام حلقتي لازم أشكر الكادر جميعا اللي رافقني خلال طيلة أيام رمضان، من مصورين مساعدين مصورين سواق وإنتاج ومونتاج، ووصولا إلى المخرج اللي قاد هذا العمل، وأيضا مسؤول العلاقات اللي هيئ لي الضيوف اللي رافقوني في كل الحلقات. شكر موصول لكم لمتابعتكم للبرنامج. نلتقيكم إن شاء الله في برامج أخرى. إلى اللقاء.